مظاهرات غاضبة عمت مدينة أثينا واستبقت جلسة البرلمان التي كان من المقرر أن تناقش مشروع قانون موازنة يضم إجراءات تقشفية جديدة في بلد يعاني من أزمة مالية استمرت منذ شهور. أبرز المشاركين في هذه المظاهرات حركة ما بات يعرف بالغاضبين، وهي تمثل شريحة واسعة من المجتمع اليوناني، وهي تقول إنها ستتمسك بسلمية المظاهرات، بالإضافة إلى نقابات عمالية وحركة العمال الاشتراكيين. كل الإجراءات المقبلة والحالية ستكون إجراءات دائمة، لن يكون للشعب خيار آخر سوى الرد والتعبئة عن طريق الإضرابات والمظاهرات. وبالرغم من أن المتظاهرين حاولوا الوصول إلى مقر البرلمان من أجل تعطيل جلسة النقاش حول الإجراءات التقشفية، إلا أن قوات الشرطة منعتهم من ذلك وطوقت المبنى منذ الصباح الباكر. لم تمضي ساعات قليلة حتى تحول المشهد إلى بلبلة وفوضى. تزامناً مع كل ذلك شل إضراب عام المدن اليونانية، إضراب طال حتى المراكز الثقافية والمواقع الأثرية مثل البانثيون، بالإضافة إلى وسائل النقل العامة والملاحة البحرية والجوية. وكانت اليونان قد اتخذت في عام 2010 حزمة أولى من الإجراءات التقشفية مقابل قرض بقيمة 110 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لكنها حتى الآن لم تدفع سوى نصف القرض. وفاء زيان، بي بي سي.